بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت وما عليك الأمور قله ودبا تحوق لأي قارت شعبك الصومالي وإذا أنت اسمالك ستوم الجوغ ولا على قالئة وأبرياء ونور المال مدكو لعادي غفل بوكو مشغول سناء وساكب قولي يسكى صوب حي من وحبرا شعب السعودي من السوق السعودي من جاريتكو كحمالي بدا عدو سوق قيس لها يوتي لما أنت مد مسافر أهايو مالدر كيمي من السعودي انتبا أي الله كل ما نسيب درداس ماشا كد عدي قلوي كاس أرحل الله وياشا أي ماشا كسمين أرقلقح حنون بدن لبضن واحد عن تعزينينا نوقوها لينو مقع مدشا سيدة قرن يقودهان دتك محواي سومالية دتك أهل دقها يقرابة دي كوي أي جعلاين ساكي هلكا أي كو شهيدين عن لينا هاي اللهم حريستو صبر الإيمان الله عم يغوض السيدة مانتين أيغان الجنادي فردوس الله كورابيو انت داوعاه وانسوا عرقمي مانتا وإسوتالة دي يالو يكو انجاري ويني إسوتالة دي كالفراح بضم المجالة دي يالا مقويا لو قاضي انت بنو حان لنا إلهي هاو بوغ ديو وحي أهي دي أرين رمتي آدي آد مرغلة حانون بضم دات صوماليات نوع والبلة عروغ له ويل سرد جرا أو داو عن سو عرقمي هو يديس نعي دمك أسيقنا داو عا هل سنة نجر عمه ديس عن سو عرقمي إسلام ويالا وسيدو كلا داو عا عن سؤال ما أرضي جامعة السعودية والدقاتير كبري ذلك كان داوي لها قاركود أيه ومدن عفمات كده كشقي لها قارنا أي بنتين اللواي قارنا أي داوة أيه قبتين لفوق الجبال ماذا حق دلاتك كالقارتي يعني أرين أدي أد وحنون بغن ومقال كده رنتي أد وحلو غن حقا أي سؤال عربي عن لنا في الصومالية وكنا قلنا نتسلم إيمان عمان رسي الله عمان رسي انت النوم انت مكان كان الهي عفوا مسألة دو حيث هاي دكا سوماليات ادلتي كواس وكو ارحان لا وياشا هاي وقو تلقى ريدات سوماليات حقيت جوكتا سجوز دو حان تاغينا هاي محان كودا داي اكس كنترول اف قوي محان ماشا حالدين سايتا وامير اسكو حلان اولا دوبيا وضبا فربنا يا بابور بدل ماشي أي دوبنتا مال كفي عم ملها ماشي سوق قرح بوك دكتي يعني النن هدف كيس قوي هاي دك أنت أبو بدل إن للدين أنت أبو بدل إن للدعوة وعن تذا أبو بدل للبربرية يعني عداوة كوين وأبو الله جريتان واي قفا للدين لبا للدين ما جريتان ومضيت واي وحق إن من كان أركك حسنا ونبديتك أي كسرنا كاسي مركب وعدو بس وقرنينا ومتك استؤدوك الجوتنا عدو إلا ذا نوع وياي مد يسرا متلبضا نوع دونا آخر لكن هذانا ومض والبا دادي قدورت إني عدو بس لطاق على ما يبديس جوجيان هدي أي جوجوان حتى أي يريان ومحانكو إلى هذا إذا أمدوا أمباتوا من الحيث هذه آدو حانو تبينا دور كدو لدى إنو ماشا قابس حقنا إنو كجر ما ها سياسة ما ها مقعيسي لكن نحتوي إلى أكتي إذا إيو محانكو إلى هذا هوتيل محانكو إلى هذا أسوأ الوحي كدع مالي ويتوا أغيني وأرغني وأجوهني ماشي بقال إنو أمي بناتي أهيدي أهيدي ما أنتنا ماشي وحي كدع وأغنه ما أذينينه ما دليلينه نلمن ليتان ويلشع إذا ماذا أمن الجوجة قاركود لمن هي قاركود نداوع يوم مالي والبا مالي والبا لمن هي داوع ميو وشهداء وقسيين وحي مضيهن قدرين يحوين أمن جينا ماشي وقد يعنيه ودين عهدانك يسياسة دواء أمن السياسة دا هكتو سيدو الشقينا يوحو حينا مال فوقو دل كان كيمدي مال فوقو لبضنو كيمدي تضو هورو مرة بضنا لسوس المي وانا لوجرا دولة دادك انا دين عنا كدعي في السوق
ودقدقاقودي يا دقالودي يا انتدودي وحودي يا سوسوكودي اي عرقلدي سعرير جلسو ايدو او مرمرسينو سامني جبان سوغينا امني جينا دادكو اي كدول قاتين امني جان سوغينا ما دام اللي يري ان اي كدول قاتان حرياتكودي قار كميد اي كتنزلان اي اوغولادين او الهي ما تعدي دانو جدك تاغونو قايلين سان لاركي تنوكل عدنا اني دعداهي ولا بغيريات واي وحنون كلو سي ديري اوان ارك بحسدوا جوكتا دغالي دك قوهيسا ما 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 انكرين اسكما ان صابي لكن نمان كن نمان دغال لو هايو او عررايو او توغنيما واخ كسمينايو اني يهي ان نمان دانش دانشونايو او بلد كان وخباسي لا اروسدي ميل ول سي سقدو واخ وحيناي غابس كان انا ان توبين ان ماش كجرون اركن كاسواي دولته وحن او باقينا سياسه امن الدلك جود اهان غار اهان عاصمه جمهوريه مغالده مقدسه دولته وا اني واخ كبدشا سيدان ما اهان كرتو كوما سي سكون كرتو ماني ول بقومن بقلال قف او دنتي ما اركي كرن ماني ول بدد غبتي او لا كلا غران لاي اي اني وي انو نين اي ان ناق اد لا كلا غران لاي اي oo maxaa kula meedkoodu oo madow meel u yaalo inaan soo aragno wax aad iyo aad loo farxi karma wax aad iyo aad loo jecelaysan karma wax laga aamus karma hada waaye niman kaan maxay u jiraan ma aha su'aasha maxaa loo dhameystir waaye maanta loo baabi'i waaye hal bir ma ahan laakiin sida loola tacaalo hayo si ka haboon oo loola tacaali kara jirto سكسف عن الله قبل كرانجر دولدو قابس عن ماشي سكجر سيدان وحبكو مسعون كران هذا واي دط واي وحد دط كلايني دارا إلي كرو لقى حجيت كلا دقي عرم مال تور مع إلي كران دطكو دارا إلي كرو فكرة إلي كرو دطكو سومالية دا إلي كرو والله والله مبلايز قرأي والله تسو مثل حدو دولا دقاجية إلي كرو dowladdu dib u eegis ballaaran ha ku sameeyso siyaasadeeda amniga dalka guud ahaan siyaasadda lagu la diriraayo argagixisadan ummada dhibtay nabadiidka ah guud ahaan gaar ahaan caasimadda magaalada muqdisho wejigii maxaa ku raadaya ummada iyo dowladnimada iyo dalka iyo dadka soomaaliyeed ah dhaqaalihii isha ay dowladdu ku noosho dhaqaaluhu ka soo gala ah muuqaalkii iyo wejigii dadka soomaaliyeed ah aragtida amniga ee dowladdu ay wax ka bedesho dad amniga mas-uul ka ah oo deegaankan iyo dadkan ay doorteen ay ku fursad ha bixiso dowladdu dadku dad mas-uul ahay ayagu mas-uuliyadda saaraan ay eedaan ay ku yeeshaan dadkan fursaddaas ha bixisaan leenaa dowladdu gobolka banaadir dowladda dhexe annagaa soo joogi jirna shalay kuwaanaa jooga dhammaan dowladda sidaan si karoonay anaga waxaan aaminsannahay markay imaanaysana sidaan ay xaaladu karoonay dowladda maanta jirto haddana ay ka roonaa karto ay sii socon karto horumarku maalin walba meel inuu sii joogo hore usii socdo waay magaalada dadka waa ku dhiban yihiin dan yartii oo dhan noloshooda ciriirii sii gashay meelihii iyo qaabkay u noolaayeenoo dhammaa ciriiri galay amnigiina la sugayaa ayay ku seexdeen ay ku ogolaadeen in ay maxaan ku raadahay dadka intii ugu tabarta yareeda ay noloshoodii ay maxaa ku raaday ay ka tanasulaan wax badan oo sida ay ku herayaan nolol maalmoodkeeda ahayd ma mudna inay maanta haddana dhaawac ay dhayaan iyo meyd ay joogaan iyo mid la waayo oo meelu ka baxay la waayo haddana ma mudna mas-uul ma ammaan helin oo maalin hore meeshii la galay wixii lagu bartilmaameysanayay mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ay ahaayeen shacabka caadiga ahaye suuqa can muxuu ahay khudaarta iyo muxuu ahay mooska iyo canbaalku muxuu ahay berberooniga u sidayna ma nabadgelin ardagii saake hooyo inta usoo quraacda canjeero ay soo siisay ord maanu ii aad iskoolka adigana ord jaamacadda ii aad intirina ma nabadgelin arrintaasi shilaa iska dhacay baabuuraa meel ku qarxay dadaa ku dhintay ma aha waa ka mug weynta dowladdu ha isku noqoto aad wixii dhacaad mas-uul ka tihiin keliya ma aha waxaan leenahay waxaa soo socdaa muhiima berri waxa dhici doono ilaahay idinkiis ilaahay ma keeno ilaahay ma qadaro ilaahay idinkiis laakiin diyaargarow diyaargarowgeenna
إن سده هذا قصوى هذه استراتيجية أمن القصوى دولته وإن أي وحكم بدشة ضد كان قبل كبنادي كنا وإن فرصة للسيا أمن جودة قط يتركوا ليهين وإن للسيا سركال دولته إسامة عاودي بس كم حبوا كم في الله دولته واجبته حلو قوي حوري هاي ستة عقلي هاي ستة كلام علمي ستة لكن ضد كدور كوديا مقر دولته ضد كدور هسيس قبل كان بنادر ضدك ضد أي وعدين أو وقشين يتم مسؤوليته وبرئ أي كلام نقول كلام مركي واحد عن وإن دولته في صدق سعيد حساب ضد كان الله أقول على إن فيها مركلة أنت لما تأ الله ونحرس أنت دعوة الله بوكسيو أنت لا يا هاي مقال كود المقال كود إلهي مش جيران خايف تيني آدي آد أيان أريد أسوق حنا وكم ربيسنا وحن سواء أرجن الأسبتال كسواء أرجن وحادي آد لو فرح كرما وحقف ضمير لي أو هاي ذلك أنه أقرأ أمام حان كراد هاي هو عادي نوع عادي أو أركما وحنون بجيني سبتالك كوي ما أنت قرحي يقوى قرحي لي كسي هو الرنو قاركود قاوك إلي كينو قاركود حان كراد قبل الله ذكر الله كينا يعني ناشي كسو أرقنا قرح بقرح بسيو قاري حنونك إلي يا الله تاسا أنا ودي وارنا ناشي هل سبتالان قرنا أو وقت نوصان يعني هل سبتالان داو عسبتاله كل يالا ويبدل يالا مال ويالا الله عافيه الله يوصيه انت من تعالى وعليش ادي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله ما أقر ولا ما أعطى وكل شيء عنده بأكل السماء. سيدة مقيم حسن أوشغي على ما أين أمر صلى الله عليه وتعزينا دارهان واردين في هلاج الكبير مدين دفت المنطقة قرحي كل انتي يتوقف دعوة عمي عن تبقى قدر بكتي كوى اللي انتبه علينا على عام حريص كوى دعوة عن الله حرفية عن تبقى قدر بكتنا علينا طبعا بدل كيف عم حسين رمتين ودحيونا وسيدة وكمانا وحان سوأر هنا وحان بدل بدل مدفت ودل مكلا قرر هاي دار دعوة هي دار دك سوق وآدي حبيته هي دك عن الأغاني إلى حد دك كوري عندي وترك في نروح تلقى الفجرة قف ما أنت بنت هي قف دعوة لا بد الله ليس يقول أي كبر حنا ولا سكين فلا ما أنت بتاعنا هون علينا أنا ونمرت سوا ما أعرف سيدا ما تقعنا دك سوا ما لدوية قلني وأنا هذا الأهل مرشو واحد رفع إني باقي جبت دكتة صومالية أنا دكتة سوق المدان لبرد استاذو دل كان مشكلة على النوم مشكلة على النوم هاي ومشكلة على الشباب يا قاعدة وأنا دار قويال كبين شغل جينت إسلامك أسو الجوب أسو الجوبي معلومة بإني دباتين دكتة صومالية سمعنا الآن مكرونتي في الكاس آت وفوتن وعن بارين إنا حلينا دين الإسلام في مقطع تهرين راس ضد نمط ولا مقطع نحن في راس صومال نمط ولا مقطع قف في هذا ما أنت أوها يستأنس الجنة وجلعية قف مسكينة أو رزق دانا دل كيس أما دعوة إنس أما بدورين تانت ديس أو كبان شعر دين إلهي أو كبان أو أبو إلهي سبحانه وتعالى وحن إيه له ضد صومال نمط أو سوى دجستانا لأن يرى رسول الله مرن هذا بيان وحن شيءنا أنت عن الدين الإسلام توافقتهاي ليه مسلم جنر ولا مظلة عذاب ولا غضلة ورجنا ده دار التين دار فشع مساجد ده قرآن كفرت ومدك على المية لكن معلوم والبعين هوايو سود داشي عروف تيجي وجامع رابع ما يصير أسعة أكو ينسين أما أبا أكو ينسين إلهي وما دوان ينسين مركع كارتا من أفكار دين معها وأفكار لغوة ما هنا يدين في الإسلام في أفكار لغوة إقابة دكتة صومالية أن نسنى إنا كتن لجبردة إنا يكبن بيان ضد ومدى عدوة إنت أسمرك أن تبدو وحان روا إنا نبدو الشباب في أرقائد ما تدلق عن ابن حرس من أفين حسن وسوجوغي أنا وسوجوغي أن نسنى الشعب إنا كتب بمدين أود الصومالية أود ياسن أن نبدو الصومالية أود ياسن إنا إنتان كيرا كلمة لا جهلا يجنب غيره أنت كيرا هذا أنا سيدا مسكة حب ما رينا مسنا قال ده ولا ولا حرمت هاي وحنا لغوم المرسيو ده حرمت عشان أمنيت
marka la fiiriyo qaraxii soo ka dhacay iyo qaraxan marka la isku daro tirada ku dhimatay aad ay u badan tahay waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugo oo u suuragelinaysa cadowga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan awlaado marka dowladduma waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso howlaheeda argagixisanimo sida ay jeceshahay mase waxaa loo doortay dowladda inay ka hortagto arrintaas waxaan u malaynaa jawaabta waa ognahay marka waxaan rabnaa dowladda inaan ugu baahno waa ka gaabisa mas-uuliyaddeedii yani istaraatiijiya amni oo fashilanta xilli hore in 3 sano ay socoto oo maalin walba dhagax hor la lumo arrin qalad waa waxaan leenahay marka arrintaas degdeg loo bedelo saraakiisha amni iyo dadka mas-uulka ka amnigana waa in la xisaabiya dowladnimo waa xisaabta suurtagal ma aha maalin walba in qarax dhaco oo haddana qof aan loo xisaabinayn oo qof su-aal loo weydiina aysan jirin arrintaas sax maa runtu waxyaabaha laga naxay waxaa ka mid a marka dadku ay ka hadlaan wardhagxaantan halaga qaado umadan waxaa loo keeno in dhagaxada la sii dao arrin laga naxa waay waxaa kaloon rabaa nuqto muhiima inaa u dasho 3 sano la soo dhaafay waxaa socota burburin ciidamada qaraxaysa wax laga aamusi kara ma aha waqtiyaa la soo geliyey dadka ma taqaanaa ciidanka ku jira duruuf adag ay kusoo dagaalan duruuf adag ay kusoo dulqaateen naftooday u dadaaleen in maanta loogu abaalmariyo waxaa tiin ciidan qabyo laydinma baahno kuwo kalaa la samaynaa ee weliba iyadoona walba ciidan la diyaarsan kala wareega shaqada maanta waxaanu ay dhacaan inta waxaa loo xumaado waay waxaa loogu xumaado waaye 3 sano ciidamadii aa soo tababarteen aawan maxay qabteen ciidamadii ba idinku wareejiyay xaggaa fogti maalin walba dagaallo faashila inaa intaa u dirtiin oo iyaga madaxa isu gelisiin iyaga lasoo laayo oo hubka laga qaabto oo hubkaas haddana ummadda lagu laaya waxay sababtay dowladdu in dadka soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho la canshuuro canshuurtoodana lagu dubo qaraxa maanta ka dhacay ex control oo canshuurta magaalada muqdisho laga qaado yaa lagu diray dadkii aa lagu dibay dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad u soofay inay ama soo helaan noloshoodii ama wax soo bartaan dowladda waxaa laga rabo waxa waaye dadkaas inay protecti garayso inay ilaaliso yaa laga rabaa ma dhicin arrintaas welina dowladdu marka laga hadla waxay le yacni ma keenaan wax macno leh oo lagu qanci karo war magaaladan waa la wada joogay 15 May xabada kasoo dhacaysa haddana waa lasa qarax waa dhacay dhib waa dhacay laakiin sidaan ma ahayn magaaladu waa isu furay codadka kaloo kasii muhiimsan waxa waaye dalkan dagaal sokool kasoo qaay waxa u baahan yahay dib loo shisiin waxay u baahan yahay kalsoo dhadhis ummaddii maja iyo madaxa in la isu geliyo oo dowladdu inay dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenay dowladnimo inay korbarto waxay keenay shabaab in fursad la siiyo waxay keenay dagaal qabyaashu inay xoogaystaan dadku waxay xukun tagaan al-shabaab ma beentay ama soo runtay madaxda ka shaqaysa magaalada muqdisho qaarkeed al-shabaab aa soo dabad ugu dowlad kuma noqon karno sidaa ummadda soomaaliya u istaagto sida dowladdu ka hidlaha dowladdanaani waxaan aaminsanahay waa in la weydiiyaa su-aashaas haddii aysan jirin cid weydiinaysa shacabkaa weydiinaya waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno bannaanbaxaan dowladdana su-aalaha ay weydiiyaan haddii kale dowladdu waa inay ka jawaabtaa waxaa dhacay waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.